جميل جدا. افتتحنا الحمد لله أمس منتجع شيبارا، هو المنتجع الرابع للبحر الأحمر. سعيدين صراحة لأنه في خلال سنة وصلنا المنتجع الرابع، وحنستمر بعدها بشهرين إن شاء الله نفتتح المنتجع الديزرت روك اللي هو المنتجع الجبلي. سير عندنا 5 منتجعات، والسنة القادمة تكتمل المرحلة الأولى للبحر الأحمر ب 11 منتجع في الجزيرة الرئيسية الشورى. منتجع شيبارا من أجمل المنتجعات الموجودة عالميا بسبب التصميم الفريد لهذا المنتجع، بسبب البيئة الجميلة المجاورة لها من شعب مرجانية وأنشطة ما حتكون موجودة في هذا المنتجع الفريد من نوعه. فإحنا فخورين وسعيدين جدا بهذا المنتجع. والله نقول سنة من الآن إن شاء الله تكون اكتملت الـ11 منتجع في الجزيرة الرئيسية الشورى. هنا تكتمل المرحلة الأولى من مطار، من 16 منتجع، من تكامل لوجهة بحرية متكاملة. وإن شاء الله كمان السنة القادمة حتكون عندنا وجهة أمالة اللي هي الوجهة الأخرى للبحر الأحمر، لتطوير البحر الأحمر الدولية. فهناك حيكون 8 منتجعات، منصة للاستشفاء. فأنت تتكلم على وجهتين سياحية عملاقة يتم تطويرها بالبحر الأحمر الدولية، وإن شاء الله تكون على أرض الواقع. والله الحمد لله الزوار بيجونا من كل مكان، ناس ومستمتعين في مستوى جميل جدا وعالي للضيافة، الحفاوة موجودة عندنا، فالناس مبسوطة صراحة يعني. وكل ما أننا قاعدين نقدم لهم خدمات إضافية، منتجعات إضافية، ولن نتوقف إن شاء الله في البحر الأحمر الدولية عن رفع مستوى الخدمة وتقديم أجمل الضيافة ممكنة للزوار. المحتوى المحلي دائما وابدا هو مهم بالنسبه لنا. 75% من شركاتنا من المحتوى المحلي من المملكه العربيه السعوديه طبعا، فاحنا سعيدين بهذا الشيء وحنستمر. يعني هذا جزء من دي ان اي حق شركه البحر الاحمر، التعاون مع شركائنا المحليين لاظهار الوجهات البحريه بالمنظر اللائق، المنظر الجميل جدا